قاعد بنطلون زين هديه. مرتضى هالمره كنت بالنسبه لي كان في تقدم اضبط بهذيك المره اضبط يعني حسيتك بلشت ترتاح شوي اكثر على الاكاديميه وعم تشتغل على حالك بس عندي ملاحظه بدي اقولها كمان هي جنرال شوي يعني عامه بيتعلق بكل شيء مغنى خليجي المغنى خليجي كلنا بنسمع الكبار اللي بيغنوا ومتاثر فيهم الخليجيين او المطرب الخليجي او المغنى الخليجي حافظينه مرسوم براسنا من الكبار اللي بيغنوا نتاثر فيهم بس ما بنقلدهم كلهم تقريبا عنده زيت المدرسه بالمغنى بتمنى عليك اذا بتحب هذا اللون تاثر باشخاص بس جرب حط حالك يعني بدي اشوف بدي اسمع بالمغنى تبعك شيء له علاقه فيك مرتضى يعني اذا بسمعك ببرم وجهي شوي بقدر شبهك لعشر مطربين تقريبا بيغنوا بزيت الطريقه خذ المدرسه تبعهم بس ذات الوقت زيد ضيف شيء من عندك ضيف شيء من روحك بدي اشوف شيء من عندك يعني العراق كريم يعني في اصوات كبيره مهمه كثير بالعراق وعندهم مدارس لهم وعندهم يعني مدارس المغنى وبتمنى يكون عندك شيء نفس لك بالغنيه يعني زيد شيء على الغنيه ما تغني مثل ما الغنيه جايتك ما عطول تشتغل على الغنيه مثل ما جايتك او مثل ما انت سمعها اشتغل عليها مثل كانه انا مرتضى بدي ازيد عليها شيء بدي احط روحي بالغنيه بس اشتغل على هذا الموضوع بس في تقدم برافو وبدي اقول شغله يمكن ناسين ضيعك بالمغنى كثير وتغنى معك منك معوض على هيدا اللون يعني ايه على هاي طريقه ميزانسين انه حدا يغني معك على المسرح انه منك متمكن خايف بس في تقدم بالنسبه لي هيدي نقطه منيحه بديك تشتغل على الموضوع بس